السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ معكم اخوكم بسام، واليوم عندي لكم الفيديو الثالث لأفضل الكلاسات في دارك سولز. الفيديو الثالث من اصل 6. هذه اغلب البلدات كلها سويتها من بعد ما نزلت المودة والتخزينة، فسمحت لي اني اقعد اسوي شخصيات كثيرة بوقت اسرع واوريكم اياها واشارككم بلداتي. فعندنا هذا البلد انا سميته بلد اللايف. السبب واضح، او الحياة، او السبب جدا واضح انه عنده الفيتاليتي جدا عالي، فمجرد اسم يعني لا اكثر ولا اقل، فحبيت ادي اسم كذا يكون مميز. فعندنا بلد اللايف ليفل 125 بدا وورير، ليفل 125، الفيتاليتي 70، الاتونومس 8، الاندورنس 60، السترينكت 20، الدكسيرتي 20، والباقي زي ما هو. بس هذا تقريبا كل البلد. سلاحين، انا ليش خليت الاندورنس 60؟ عشان اقدر اشيل سلاحين واقدر اشيل ملابس ثقيله ودفاع ممتاز واجمل في الفايتات. طبعا السلاحين اللي هم سلاح خفيف وسلاح سريع، سلاح خفيف وسلاح ثقيل، يعني يسوي دمج عالي. فعندنا سلاح كلاميت بلس 5، وعندنا سلاح اللاتيو كايوس لاتيو بلس 5 اللي هي ترشيل بلس 15، والكايوس كومبوزيت بو بلس 15. الملابس اللي هي الخوذه حقت شستر، صدر السيلفر، يد النايت، رجول الهابل، وخواتم خاتم الهابل وخاتم الذهبي. واكيد لازم العشبة، لانه ما احنا حاطين جراس كريس شيلد، فالعشبة تعوض لنا. وانواع الاسهم اللي هي النار والبويزن. حالات البلد هذا يعني يعطيك دفاع جدا عالي اللي هو 365. الدمجات اللي انت تسويها صح قليلة بس قوية، يعني عندك سلاح كلاميت 480 دمج كله فيزيكال، 480 دمج صافي فيزيكال. عندك سلاح مثلا الكيوس اللاتيو سريع، عندك تسوي حركات سريعة، ترجع لورا، يعني إذا وحش أو عدو أونلاين بعيد عنك عندك تروح لمدى بعيد. سلاح كلاميت عندك مثلا بعد ما تسوي البيري بيسوي دمج عالي، عندك ضربة الار 2 خرافية، وغير كذا عندك الفيتاليتي عالي. ف يعني عندنا الاتش بي 2010 الاتش بي. ممكن انت اذا تبي تزود كمان الاتش بي حقك زياده، تحط ماسك في مدر يصير 211، يعني يزود لك 200 نقطه في الاتش بي اذا تحابب. بس انا احب الشكل، انا الاتش بي يعني الشكل كذا حلو. بامكانك تحط ماسك في مدر لو تبغى، يزود لك 200 نقطه في الاتش بي وتظل تتدحرج لو انت حابب. فعندك الحريه انك تغير بين الشيئين على حسب رغبتك. الحلو ان عندك البويز 53، يعني البويز مهم. بل جدا حلو. حالات زي ما قلت لكم انه عندك مثلا السلاح هذا بيخرب البويز، يمديك تسوي سويتش، لو بعد عنك تقرب منه تسوي الضربات دي السريعة. طبعا ممكن انت تكون تلعب بذا، هذا سريع يسوي بليد، تسوي له بيري. انا ما انصحك تسوي البيري او الفرونت ستاب بسلاح اللاتيو، على طول سوي سويتش واعطيه طعنة بالسلاح هذا، لان هذا السلاح يسوي الدمج اعلى، ففي له ضربات حلوة. الار 2 هذه بعد ما تتدحرج تضرب، بعد ما تدحرج بدنك ثنتين، ففي ضربات جدا حلوة. عندك الهيتر شيلد ميزته انه بيصد 100% من الدمج، هذا حالاته. طبعا لانه انا عندي سترينث والدكسيرتي 20 انا بالعاني خليتهم 20 عشان اول شيء سلاح كلاميت يتطلب 20 سترينث، والشيء الثاني انا احب سلاح اللاتيو فيتطلب عليه 20 دكسيرتي، فخليتهم 20 يصير استخدم السلاحين اللي انا احبهم وفي نفس الوقت، يعني ما يحتاج اضغط ستارت ولا شيء، يعني اشيل السلاحين معايا وانا في وسط الفايت انا. وحطيت اللي هي الكمبوزيت بو كيوس مع اسهم سم واسهم نار، فمع اسهم النار وهو سلاح كيوس فيسوي لي دمج اعلى. زي ما انتم شايفين كم الدمج، 463، فشي جدا حلو. هذا كل اللي عندي يا شباب. اتمنى البلد هذا عجبكم. قولوا لي ايش رايكم في البلد، ايش ميزاته، ايش نقاط ضعفه، و نشوفكم ان شاء الله تعالى في الفيديو الجاي. يلا، كان معكم اخوكم بسام، وفي امان الله.